لكل اللي كانوا عم بيحضرونا عبر ال بي سي اي وعبر صوت بيروت انترناشونال، صار وقت نعرف جواب ماريو باسيل على الندم. قبل شوي ماريو حكينا عشو بيندم ماريو باسيل. عشو بتندم؟ انا ما بندم على شيء عملته، انا بندم على الاشياء اللي ما عملته. مثل شو؟ يعني شو بعد فيه ماريو باسيل ما عمله؟ يعني اخر شيء اخر شيء كنت بتخيل ماريو باسيل يتجوز، يعني انا اخر شيء كنت بتنظر انه ماريو باسيل يتجوز وفجاه هيك بيوم ما فيها ضوء قمر قررت تستقر. ما بعرف اذا قررت تستقر. لا انا من زمان انا خطبت شيء 4 مرات. بعرف، ما انت كل جمعه كنت تخطب. منيح مدامتك ما بتفهم هلا منيح عربي، بنوجه لك تحيه. بس ليك انه انا كثير مبسوط انه هلا انه تجوزت وصار عندي بيبي، لانه كمان ما فيك ضلك عايش حياتك كلها بلا ما يكون عندك هالاكسبيرينس. عم تتخيل انت منك مجوز في كورونا يا شو بيه؟ اكزاكتلي. لا نو في بعدين كورونا بعدين الواحد لازم يعيش شعور الابوه. يعني نحن جينا على الحياه لازم نعيش هيدا الشيء، انه يصير عندك بيبي لك تختبر انه اوكي انه سهر وفحش عملتهم خلصوا كلهم خلصوا او بعد في شوي رواتب ماسترز وبي اتش دي خلص ما بقى يعني ف فبتوصل لهيك في فراغ بتصير بالحياة. هذا شيء بندم بتقول يا ريت نعملتها قبل كان بنتي مثلا. ليك يمكن لو كنت عندي مهنة انه شوية مونوتون يمكن كان لازم اعملها قبل. بس بالمهنة تبعيتنا مسرح وفن لا ما طيب ماريو ما بتندم على بعض الطوائف؟ هذا الامر الصحيح يلي اتخذ. ما بتندم على بعض التصريحات اللي قلتها؟ يعني مثلا بتذكر اول الثورة طلعت الثورة ماشية من ميل والصحافة من ميل تاني عم تقول ماريو باسيل عم بينفي انه جبران باسيل بيقربه. ايه ما بتندم على هيك تصريح؟ انه بتحس انه هيك تصريح انه ليه بدك تقول يعني انه واذا بيقربك يعني ليه بتحسس الناس انه اهانه انه بيقربك جبران باسيل؟ انت بتتذكر بهيدي الفتره شو عم بيصير؟ يعني بتفتح التلفزيون بتسمع هي لهو هي لهو، بنزل انا بيتي حساسين هي لهو، بتفتح الواتساب باسيل لا لا باسيل لا 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 كيف ما بمشي؟ كيف ما بمشي بيقربك جبران باسيل بيقربك. انا لقيتها انه مفيده انه صريح للكل انه ما بيقربني جبران باسيل. طبعا انه اذا شخص هالقد عم ينسب من كل العالم يعني هلا بتعتذر منه بتقول له انا بوقتها انضغطت لان كان عم بيسبوا لعائله باسيل كلها وانا ما كنت ليش انا شو انه بشو انا العامهين انا مش عم سب. لا انه بتقول له لجبران باسيل بتقول له انه ليك هلا ما في شك انه جبران باسيل زلمه ذكي وشغيل وما زبطت معه. بيقولوا الرجل الذي لا ينام بس ما في شك انه في كثير محلات فشل ومودى البلد بمهوار كثير كبير. انا بقول له هلا اذا هلا انا هديك قلتك مثل مسحه اذا بدك هيك كنكته، بس انا يلي بقول له اياه انه بركه لازم ياخذ يروق يسافر له على شي جزيره يراجع حاله يراجع فكره. ما ضروري هلا يعمل رئيس جمهوريه بعده صغير بالعمر. لازم يعمل انجازات يمكن يعني تنفي على شي جزيره يعني كانك عم تقول له انه مش عم بنفي. لا خي جزيره هون ما ضروري بس لانه مثلا تايلند كثير حلوه بس قصدي انه لازم كمان يتواجه مع حاله. بده رئاسة الجمهورية ما ضروري يحرق البلد تياخد الرئاسة. يعمل انجازات يعمل قصص بالبترون بجبال البترون يعمل شيء ما زاله ذكي ومهندس وبزنس مان يعمل انجازات كبيرة يجي بشطارته كرئيس مش بقوة السلاح ولا بالمونة تبع الحزب لانه كان عمه ميشيل عون. ماريو باسيل بدي احيي فيك صراحتك، شكر كثير كبير لك على هالحلقه، بعتقد اليوم اللبنانيين كلهم عم يشوفوا نيو ماريو باسيل. اهلا من بعدها ما بعد حيشوفوه. شكرا ماريو باسيل. ميرسي رودو. ثانك يو. ثانك يو لك.